توجيهات موجودة يعني من سنين وتوجيهات ملكية سامية. والمغرب الحمد عنده أهداف طموحات برنامج فيما يخص الطاقة اللي كنشوفوا الآن مع الأزمة العالمية اللي كنعرفوا الآن أن هذه التوجيهات مناسبة جدا. إذن الاختيارات ديال بلدنا هذه سنين الآن تنشوفوا المنطق يعني والموضوعية ديالها. إذن الإشكالية ديال اليوم ماشي المشكل ديال الأهداف ديال الطموحات، الإشكالية هي ديال الاستراتيجية، وخاصة استراتيجية هي يعني شنو هما الوسائل ديال الاستراتيجية، شنو هي المنظومة اللي غادي تخلينا باش نوصلوا لهذو النتائج وهذو الأهداف ديالنا. يعني التركيب يعني القطاع ديال الطاقة هو الإشكالية المطروحة الآن. عندنا وزارة، عندنا بعض المؤسسات كبرى يعني ملزمة في إطار الإشكالية ديال الطاقة. الآن خصنا نعرفوا كيفاش هذو المؤسسات خصهم يخدموا بيناتهم باش نوصلوا النتائج والطموحات وباش نكونوا على مستوى التوجيهات الملكية. يعني هنا مشكل وتناقضات ما بين النوعية ديال الطاقة المتجددة اللي كنعرفوا عندهم واحد الصبغة يعني فيما يخص الاستمرار ديال الطاقة المتجددة. يعني الطاقة المتجددة كاينة ملي كاين الريح وملي كاين الشمس، اللي ما كاينش لا الشمس لا الريح لابد باش نستغلوا الطاقات يعني من نوع آخر. والمشكل هو إذا النسبة اللي نقدروا نوصلوا بالطاقة المتجددة محدودة إلا ما عندناش يعني الإنجازات لخزانة الطاقة. إذا واحد عبر الإشكالية اللي طرحت قبيلة هي الإشكالية ديال خزان الطاقة. كيفاش نقدروا نخزنوا الطاقة المتجددة باش ملي ما كاينش الريح ملي ما كاينش الشمس يكون عندنا الطاقة.